التي تعودنا عليها في المباريات السابقة. سفيان مرابط لعب ارتكاز أمام إلياس من صغير، عز الدين أناحي، عبد الصمد الزلزولي وإبراهيم دياس، وليد الركراكي حافظ على نفس الرباعي في الخط الامامي. ماذا تغير؟ وراسل الحرب سفيان الرحيمي، اليوم ياتي دوره ليقود خط هجوم المنتخب المغربي، اللاعب الذي غاب في المباراة الماضية بسبب عقوبة الايقاف هو يرجع، والكعبي يبقى على مستوى دكة البدلاء. اذا تغييران حصلا مقارنة مع المباراة الماضية. الزلزولي، الزلزولي يراوغ، الزلزولي الزلزولي في المباراة الماضية امام المنتخب الكابوني تمشي كرة مباشرة لعبد الصمد. العرضية، فرصة الجول، فرصة الجول. إبراهيم عاد، إبراهيم عاد مبدع. نعم، ملحمة فرانسفيل، عاد فنان ملحمة فرانسفيل ليسجل هنا، ليبدع هنا مرة أخرى، وليضع بصمته في ليلة جميلة جدا بالملعب الشرفي لمدينة وجدة. هنا يأتي الخبر السار المبكر في الدقائق الأولى من أول لمسة. يا إبراهيم سفيان رحيمي طبعا الكبار، عشر أكثر الأسماء حملة لقميص المنتخب المغربي. تابع لي سفيان رحيمي، رحيمي مرة، رحيمي والثاني. غريبة غريبة غريبة، إلياس، إلياس الثاني كان قريب بعد عملية فنية ممتازة. سفيان راح الثاني جاي، زلزولي استلم الكرة العرضية. هنا المتابعة من آدم أزلو، أزلو يتقدم، الكرة الأمامية، سفيان رحيمي، الزلزولي لا زالت مغربية. إبراهيم الثاني، إبراهيم الثاني، نجم الريال، نجم الريال يعلنها بقوة هنا في وجدة. أنا نجم الليلة، أنا نجم الليلة، اللاعب رقم 10 يمتعنا مرة أخرى، يثير كامل إمكانياته لإسعاد الجماهير المغربية. الجوهرة في وسط الميدان، إبراهيم دياس، الريال إبراهيم، المغربي إبراهيم. إلى منطقة الجزاء لناصر منتخب ليسوتو. الركنية مرفوعة في القائمة، الثاني والثالث يضيع، الثالث يضيع عن طريق لاعب جمال حركس. كان هناك نقاش مع حكم المباراة، ماذا هناك؟ الهاتريك والباس رايع من إبراهيم، الثالث زولي. رحيمي يطلبها، رحيمي يطلبها، رحيمي يطلبها، ومنطقة الجزاء ممكن تتسدد تسديدة لكن بعيدة تماما. أزنو يدخل، أزنو رحيمي، رحيمي هذه العرضية في القائمة الثانية بالرأس، بعد ذلك تصل للقوة الهجومية الرهيبة التي يطير المنتخب المغربي. الدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد وفي مشواري. الكرة ترفع مرفوعة في القائمة الثانية بالرأس، الراست أو في الأيام الماضية مع مانشستر، بينما كرة أمامية والصعود لنصير المزراوي لكن تمر جانبية بعد ذلك. هذا هو نصير، الاسم الذي كنت أتكلم عنه وعن تطور بالأحرى. مرر ونصير، نصير على عرض يدخل، وعز الدين استلم تمشي الكرة لإلياس، إلياس ورحيمي، رحيمي الذي لا يرحم، رحيمي الذي لا يرحم الحراس بيرسيا. هنا سفيان رحيمي يواصل مسلسل الأهداف الليلة في المباراة الختامية للتصفية الإفريقية. رحيمي بالرأس يأكد العمل الكبير الآونة الأخيرة لوليد الركراكي. مزراوي ممتازة، محاولة المرور، أداء، بينما كرة أمامية هنا اللقطة ممكن يأتي الرابع. إبراهيم في ليلة تاريخية، ليلة استثنائية، الهاتريك الأول بالنسبة لإبراهيم دياس. هذا توقعناه مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الاستثنائي في الأجواء الاستثنائية. إبراهيم دياس نجم من النجوم. خمسة ممكن، الخمسة ممكن، الخمسة. ركلة جزاء، ركلة جزاء، نعم، بطريقة ذكية بطريقة المعروف. الرحيمي يطلق الإشارة، سفيان والخامس، نعم الخامس.
الكاس. نعم 5 وخميس يا رحيمي، 5 وخميس يا رحيمي في الشوط الأول، هجومي بامتياز، هاتريك إبراهيم والثنائية سفيان رحيمي في هادم لإبراهيم، إبراهيم البينية ممتازة، سفيان، سفيان خلال دقائق الشوط الثاني. شيء تاريخي اسمه المولودية الوجدية. المزراوي في عملية الدوران يرفع كرة في القائمة الثاني عن طريق إبراهيم، حتى رائع لبلال قبل جابوني وقبل ذلك سلف المغرب بحكم أنه هو المنظم. هذه الكرة الأمام المغربي بست أهداف مقابل لا شيء أمام هذه الأوراش مشاهدينا الكرام، ولكن هذا طبعا كان لمصلحة. هي هذه الكرة الأمامية بالرأس أو بالصدر آدم بحلة جميلة وجميلة جدا، بينما كرة وصلت إلى عبد الصمد في مخالفة. نعم مخالفة تأتي وبالتالي ضربة حرة جانبية لعناصر المنتخب المغربي. حاولة المرور من آدم أسنو لكن في النهاية الميدان التسديد جمال حركاس مع لاعب أزدين أوناحي، وصلت الكرة للجهة اليمنى في وضع ممتاز سفيان، سفيان رحيمي عندك الفرصة الزلزولي. عبد الصمد، عبد الصمد بعيدة 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 لنجم ريال مدريد مكسب كازا. هاتي ركلة جزاء نزلت مغربية. اسماعيل السيباري سدد الكرة، لا زالت هنا الهجمة متواصلة، في النهاية تخرج إلى ضربة مرمى. احتجاج على اللغو بعد ذلك أيوب الكعبي، يوسف وعبد الصمد مرة، عبد الصمد، عبد الصمد تدي أمامية في اتجاه أيوب الكعبي وخروج حارة التنفيذ. عبد الصمد يرفع كرة، عبد الصمد الراس يمسيري يمسيري سجل. هو الكل يدور، هو الكل يدور، حاضر نعم من أول راسية يمنح السداسية للنخبة المغربية. إسماعيل، إسماعيل، إسماعيل والسابع، إسماعيل يضع بصمته في المباراة في منتهى الذكاء. هو إسماعيل يجيبكم، هو إسماعيل حاضر، هو إسماعيل البديل، دخل فسجل. هات الإعادة، هات الصورة للمسة إسماعيل السيباري، الكل يستمتع في المدرجات وفي المنصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالنا. كما شاهدتوا اليوم ملخص ديال مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام ضيفه ليسوتو، وانتهت المباراة لصالح المنتخب المغربي بسبعة أهداف مقابل لا شيء. سجل الأهداف كل من إبراهيم دياز، سجل 3 أهداف هاتريك في الدقيقة 5 و15 وفي الدقيقة 42، ثم سجل سفيان رحيمي ثنائية في الدقيقة 37 وعن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة. في الشوط الثاني دخل يوسف النصيري وسجل الهدف 6 في الدقيقة 68، بعدها يختتم إسماعيل الصباري الهدف 7 في الدقيقة 70، وبهذا يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 18 نقطة. كنتمنى من الفيديو نال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ونتلاقاو في الفيديو القادم.